الاستيطان في وادي حنيفة منذ القدم، منذ عصور حجرية قديمة وجدت أدلة في مستوطنة الثمامة. على كل جبال أودية حنيفة يوجد مدافن قديمة جدا، مذيلات ومسننات دائرية ومسمارية. أيضا قلنا احنا في الموسم السابع أن ربما الجودي الذي ذكر في القرآن، أن سفينة نوح رست عليه، هو درب الجودي الخارج من اليمامة، حجر اليمامة قديما، إلى المنطقة الشرقية. فهذا المكان استراتيجي بخصوبة أرضه وكثرة مياهه، هذا القديم. لكن لما نأتي إلى العصر الحديث، يعني قبل الإسلام وبالجاهلية، حصل فيه ممالك واستيطان على طول ضفاف وادي حنيفة، منذ مرتفعاته في الجهة الشمالية الغربية من الهدار وبوضة والجبيلة اللي هي عقربة والعينة ووبرة وعرقة، ثم والدرعية لها اسماء اللي هي غبيرة والضيق، ثم حجر اليمامة والمصانع ومنفوعة. كل هذه حصل فيها استيطانات وممالك قديمة قبل الإسلام. لكن لما نأتي الآن إلى الدرعية واستيطان جد الإسراء المالكة فيها مانع المريدي، لما أعطاه إياه ابن عمه عبد المحسن بن سعيد بن درع، كلهم عيال عم، أقام هذه البلدة، أقامها على هذا الجبل الذي أخذ شكل اعوجاج جيرموفولوجيا، لأن أعظم زوايا وادي حنيفة منذ انطلاقه من شمال غرب من الحيسية حتى وصول إلى جنوب المصانع، الزاوية الكبرى هي في وادي حنيفة الذي يقع حي الطريف عليه. لذلك مسمى العوجة ليس بسبب اعوجاج الوادي، العوجة اسم مؤنث والوادي أعوج. إذن ولو نظرنا إليها من الأقمار الصناعية نرى المدينة بنيت على جيرموفولوجية زاوية، لذلك اسم العوجة أصبحت نخوة، والنخوة باللغة العربية هي الزهو والكبر، لكنها في موضع جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أبي دجانة في يوم أحد يزهو وينتخي قال إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. والمسلمين يوم معركة القادسية ضد الفرس ينتخون، يقولون أمت أمت. إذن هي يقولونها أهل العوجة وأهل الدرعية، هي أصبحت هي لآل سعود، ثم أهل العارض اللي هو جزء من اليمامة اللي يبدأ من الشعيب إلى الخرج، ثم أصبحت عموم المملكة العربية السعودية ينتخون باسم العوجة. فهي نخوة للحرب وللفخر في مكان صحيح وليس مكان سلبي. في هذه البلدة التاريخية تعاقبت الأيام فبلغت 300 عام بين الانتقال من الأحساء ثم قيام الدرعية وغزوات خارجية ونهضات أمنية واقتصادية وعلمية. عمرت الأرض شمالية حجر اليمامة وشرقية مرتفعات جبل طويق عارض اليمامة، تلك الأرض يخترقها وادي حنيفة لتلتف حولها الحدائق والبساتين. فبعد أن وفد مانع المريدي الجد الثالث عشر للملك عبد العزيز من أرضه في الأحساء، سكن المليبيد وغصيبة التي سميت في زمنه بالدرعية ولم تكن تعرف بهذا الاسم من قبل، توارثها الأبناء وتفرعوا فيها ليستقل كل منهم في المليبيد وغصيبة والوصيل وضرمة وأبا الكباش. وبعد قدومنا من غصيبة البلدة القديمة، وعن يميننا أيضا المليبيد البلدة الأخرى القديمة، نحن الآن مع الدكتور راشد بن عساكر أمام الحي الملكي، حي الطريف، حيث مقر الحكم وحيث الأسواق وحيث مقر الإدارة السياسية للدولة السعودية الأولى. يا دكتور اشرح لنا
بالضبط موقعنا الجغرافي على وادي حنيفة، ولماذا انتقلنا من المليبيد وغصيبا لهذا المكان؟ يمكن الحقيقة إجمالا واختصارا، لكن تعدد المواضيع تتشعب بنا أيضا تعداد كثير من المواقع التي قدمنا منها، لكن ربما الكلمة كان يعني قديما هذه المنطقة تسمى الضيق وغبيرة في الجاهلية وأول الإسلام، ثم تحول فيما بعد قبل قدوم جد الأسرة السعودية سنة 850 عندما سكن هاتين الجهتين على طرفي هذا الطريف الآن الموجودين أمامه، في الجهة الشمالية حي قالوا له غصيبة، وفي الجهة الجنوبية المليبيد. سنة 850 كانت هاتين البلدتين المزدهرتين، وبعد ضم الإمام محمد بن سعود هذين البلدتين تحت حكم واحد في بداية أمر 1727-1137 تمكن الإمام محمد بن سعود باختيار هذا الموقع الذي نحن أمامه الآن ويسمى الطريف لجعله مقراً دائماً للحكم الجديد وأيضاً للدولة الجديدة، وهذا المكان يسمى أيضاً الطريف لوقوعه على طرف وادي حنيفة من جهته فيطل عليه من الجهة الشرقية. هناك المعالم الكبيرة في هذا الحي، توسع الحي فيما بعد في أيام الإمام عبد العزيز محمد بن سعود، ثم توسع أكثر في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، التي توسعت بالتالي الدولة السعودية في تلك المرحلة التاريخية من حوران شمالاً إلى أيضاً الحديدة جنوباً ومن البحر إلى البحر، فكان أعظم توسع للدولة السعودية انطلق من هنا. ذهبت الرحلة الثامنة على خطى العرب إلى قراءة ما بين سطور تاريخ حجر اليمامة والدرعية. يجد عيد اليحيى أن البلدة المبنية على التفاف وادي حنيفة كانت محصنة أمنياً، وأن الحكم المركزي الأسري الموحد فيها كان أساس صعودها واستمرارها. بخطوات مانع المريدي عام 1446 تأسس الاستقرار الأمني والسياسي في الدرعية، وازدهرت بحلول عهد محمد بن سعود عام 1727 بقيام الدولة السعودية الأولى فيها، فتوسعت حتى بلغ عدد مدارسها 30 ومساجدها 28، ووصل اسمها إلى شعوب الشرق والغرب. لماذا الدرعية ارتفع شأنها وحجر اليمامة خفت شأنها، رغم أن ابن درع هو الذي أعطى ابن عمه مانع منطقة، خلينا نقول الدرعية القديمة اللي له عدة أسماء كما ذكرت، اللي هي الضيق وغبيرة ثم غصيبة والمليبيد؟ هو كما تفضلت يعني هنا بالسؤال أيضا الإجابة عليه تتعدد المراحل بأهمية هذا الوادي وأيضا قيام الأسرات الحاكمة على هذا الوادي. الرياض وحجر اليمامة بعدما تقسمت حجر اليمامة في القرن العاشر الهجري دبت فيها الفتن والحروب، وكانت تحكمه أيضا أسر مختلفة الشأن، أسر كثيرة من بني حنيفة ليس حكم أسري دائم وثابت، بينما هنا في المليبيد وغصيبة في الدرعية ثم فيما بعد أيضا الطريف حي الطريف كانت الحكومة المركزية للأسرة جد الأسرة السعودية مانع المريدي وذريته، لأن مانع له من الأبناء ربيع، وربيع لهم أيضا من أبناء موسى، وموسى له أبناء إبراهيم، وإبراهيم فيه له الحادثة التاريخية لكي كان يحمي المناطق الداخلة والخارجة حول الدرعية سنة 981. فهنا هذه الأسرة جدها وأيضا الأبناء يحكمون في هذه، لديهم استقرار سياسي وأمني في تلك الفترة التاريخية، ولهذا هذا الامتداد الضخم التاريخي استمر إلى تلك الفترة. بينما حجر اليمامة لا، هناك تقسمت وأيضا دبت فيها الفتن ودب فيها الحروب وأيضا الخلافات السياسية، إضافة إلى أن أيضا عامل مهم الحقيقة في هذا الجانب في هذا الوادي، أيضا الوادي يعطي حماية وأيضا استقرار، وأيضا الحياة موجودة حول هذا الوادي من أعلى إلى أسفله باستقرار أيضا وتنمية المجالات المتعددة اقتصاديا وأيضا أمنيا وسياسيا، فاستتب الحكم هنا، وأيضا انطلقت مرحلة جديدة في بناء هذه المنطقة تكللت باختيار الإمام محمد بن سعود هذا الموقع الطريف في هذا الحي المشهور الذي نحن نواجهه الآن، القصبة الآن البلدة الأساسية خلفنا، وأيضا يحيط بها الأسوار وأيضا بعض الآبار المشهورة هنا، بئر الحزامة، بئر الحراشية، بئر رمشان أيضا أعلى، فكلها أيضا حول مستقرات وادي حنيفة والامتداد التاريخي له.
يا دكتور راشد، عرفنا أن بني حنيفة يسكنون جميع فروع وادي حنيفة من بوضة على الجبيلة على العيينة على سدوس، هذا قبل الإسلام، مرورا بعقربة اللي هي الجبيلة إلى الدرعية اللي هي الضيق وغبيرة قديما إلى حجر اليمامة، وكل هذا لبني حنيفة. وعبد المحسن ابن سعيد بن درع كان يحكم حجر اليمامة. لماذا وهب ابن عمه مانع المريدي الدرعية، هذه المنطقة؟ هل لأن الدرعية كان فيها آبار كما ذكر في الشعر القديم؟ هل لأنه كانت مستراح بعد خروج طريق القوافل من حجر اليمامة إليها؟ أكيد أنه عطاه أفضل مكان. صحيح، ولهذا يؤكد على ذلك هذا الموقع الاستراتيجي. يعني الموقع الاستراتيجي هنا في الدرعية ما بين المليبيت جنوبا وغصيبة شمالا، هنا الموقع التاريخي أيضا للبلدة التي أو المدينة أو العاصمة التاريخية التي أسس الإمام محمد بن سعود وزاد في نمائها. لا شك أن موقعها على وادي حنيفة وبالقرب أيضا البلدات القديمة. يعني كما نعلم وادي حنيفة بامتداد عشرات البلدات لبني حنيفة، فالإقطاع لأبناء عمي اختار لهم هذا الموضع لغنى هذا المكان وأيضا ازدهاره وأيضا وقوعه إلى طريق تجاري مشهور قديما. كذلك الأماكن الخارجة من الجهات الشرقية على مدن القوافل أيضا والطرق التجارية. الآن الموقع اللي احنا فيه هذه يسمونه الموسم في الدرعية، سوق الموسم. إذا جاء الزائر أو التاجر من الرياض، من شمال المملكة، من الشام، من اليمن، من العراق، كل المناطق هذه يأتي ويتبايعون هنا. ولهذا وقف على هنا ملاحظة جميلة أحد المؤرخين في الدولة السعودية بن بشر، يقول وقفت في أعلاها وأشاهد الزائري وأشاهد التجارة سوق الموسم. فكانت الدكاكين هذه جزء منها الآن مخرجة، الآن الأجزاء الآن الغربية مخرجة، وأيضاً في الأجزاء الشرقية ربما أزيلت الآن من المنطقة أو دفنت تحت في عملية التي بدأوها من عام 1429 تقريباً 20، اكتشفوا بعض الآثار. ولهذا كان التجار من أول يفتحون الباب الأسواق، باب الأسواق باب الدكاكين في الجهة الشرقية إذا كان الشتاء، والجهة الغربية إذا كان الصيف، فكانوا على أساس يتفادون البراد والشتاء. فكل هذا المكان يسمى الموسم قديماً. طيب إذن سوق الموسم يا دكتور هو امتداد لسوق حجر. صحيح صح، يعني اللي هو الموقع الآن الدرعية المهم، حتى الوثائق قلت لك تشير إلى إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي سنة 981 يحمي طرق الحج هنا، طرق القوافل. يعني ارتباط حجر اليمامة قديما بالضيق وغبيرة على وادي حنيفة والامتدادات التاريخية، لأن كلها تجارة. يعني اعتماد الناس والسكان قديما هنا على التجارة وعلى الموارد أيضا الزراعية والاقتصادية، ولهذا حتى مكان طريق الحج ترى يأتي من هنا. فكل المناطق هذه اقتصادية وزراعية، مواقع تجارية أيضا، مواقع القوافل، زيارات الناس لاتجاه مختلف الجزيرة العربية، كلهم ينتقلون من هنا، لأن موقع طريق القوافل القديمة كلها من هنا. على امتداد 100 كيلومتر يفرش وادي حنيفة نفسه من جبل الطويق شمالاً باتجاه الجنوب حتى يصل إلى الخرج، ومن هناك ينعطف ليصب في الخليج العربي. حول وادي حنيفة تتناثر البلدات التاريخية على يمينه ويساره، وعلى إحدى التفافاته بنيت جدران وأبواب وأعمدة وساحات ضمت مقراً للحكم ومدارس ومساجد وسوقاً عرفت باسم سوق الموسم. هذه السوق
ازدهرت لموقعها على طريق التجارة والحجاج، فيها دكاكين شرقية صيفية وأخرى غربية شتوية، وكانت الحركة فيها لا تتوقف كل أيام السنة. حكم هنا مستقر وحكم سلالة واحدة مانع سنة 850. بدأ أيضاً الاستقرار والجوانب اللي تممها محمد بن سعود. محمد الإمام محمد بن سعود وش العمل المنهجي الضخم في هذه المنطقة؟ العمل المنهجي اللي سعى له محمد بن سعود تثبيت الأمن. الآن امتداده وإدخال البلدان المناطق كلها تحت دولة واحدة وتوحيد واحد ومنطقة واحدة، لأن دائما نركز يعني على ونخالف بعض المؤرخين. ابن غنام ذكر أنه هنا يقول خرافات وشركيات، وأعطى حجم مبالغ فيه أكثر على واقع المنطقة، لأن واقع المنطقة الأمني هو اللي يحتاجها، أما الدين موجودين. بالعكس لو أشير لك للعلماء من أحمد بن عطوة اللي كان يقيم المحاضرات العلمية هنا عند جد الأسرة السعودية ربما موسى بن مانع، وكان أحمد بن عطوة يسأل علماء الشام عن المنطقة هذه بطحات درعية، يقول هل يجوز فيها الصلاة ولا لا؟ قالوا ليه؟ قال والله يكثر فيها الممرات الناس، طرق القوافل الخارجة، هل تجوز الصلاة؟ فقالوا لا، يعني يرجح لا. ليه؟ لأن كثرة الناس الخارجين. فالحياة مقامة، عندك موسى علماء أيضا، موسى بن عامر الباهلي كان هنا، البواهل الباهلة لهم مكان قديم هنا، وأيضا خرج منهم عدد من العلماء الآن في الدرعية، هم العلماء البارزين في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وجدنا أوراقهم. فالشاهد الحياة العلمية موجودة، العلماء قبل قيام الدولة الدين موجود، تفاعل الناس في مجتمعاتهم وشرائعهم مطبق، لكن كان فاقدين ناحية الأمن. الأمن كان مفقود في الجزيرة العربية. يعني أنت انظر الآن إلى من حدود الطريف شمالا إلى اليمن، حدود صنعاء جنوبا، عفوا من الطريف الآن إلى الجيزان ونجران 2400 كيلو، شيء عجيب جدا. هذا كان يقطع فيه في الدولة السعودية الأولى يمكن شهرين ثلاثة يلا يقطعونها، الآن تقطع ما شاء الله في يوم واحد ومستانس وتنتقل ومحافظ على أمنك وعرضك والأمان اللي موجود. لابد أن الزائر يفكر والمؤرخ أو الباحث يفكر فيما كان سابقا من إنعدام الأمن إلى وصول النواحي الأمنية الجيدة الآن في عهدنا. نعم، لأنه ذكر هذا الدكان ترى كثير من التاريخ لم يذكر على صحيح حقيقة. صحيح. في بداياتها لم تكن الدرعية محصنة إلا بأهلها، صمم حكامها على أمنها وأمن البلدات والأحياء حولها، فشهدت استقراراً أمنياً مهد الطريق لازدهارها علمياً واقتصادياً. هنا وضعت الأنظمة والقوانين وتعزز الانتماء القبلي والبلداني حتى قيام الدرعية وبدء عهد الدولة السعودية الأولى عام 1727 على يد الإمام محمد بن سعود.